وده كان مصيادة سمك أو جوبية سمك أنا كنت عامله، كنت جايب الفكرة دي من على اليوتيوب برضو. المهم حطيته في المية وملحقش يقعد يوم ولا اتنين، كانت فكرة جميلة يعني وكانت هتمسك سمك، بس واحد نزل الحصان بتاعه علشان يغسله في المية، فالحصان داس عليه فطبقه وبوظه، فأنا جبته وركنته على السطح، ودلوقتي همسكه أفكه او اقلبه بطريقه معينه واعمله مصيده طيور او مصيده يمام. هو كان ليه هنا فتحه كده داخله اهي، تبص النايلو السلك بتاعه كان داخل لجوه كده، والسمك كان بيدخل من العيون اللي انا كنت عاملها زي كده. تمام، كان عباره عن سلك فوق وسلك تحت، ومن الجناب جاي لافف كده وداخل لجوه وراجع تاني كده، والعيون او البرائع او البرقع اللي بيبقى فيه بيبقى من تحت علشان السمك يدخل. ولكن انا هقلبه دلوقتي واعمل مصيدة الطيور. شايفين يا جماعه بعد ما فكنا السلك اهوت، فكناه ورا هناك اهوت، بقت تقفيصه حديد عاديه خالص. هنمسكها دلوقتي نقفلها بالسلك، وهشرح لكم بعد ما اقفلها انا قفلتها ازاي وعملت فيها ايه بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي الاصدقاء على قناة طيور الجنة في شرح جديد لمصايد العصافير واليمام. زي ما انتم شايفين دي مصيدة ودخل فيها عصفورة اهوت، كانوا 3-4 عصافير دلوقتي، بس على ما جبت الموبايل وصورت طلعوا منها. عاوز بس اللي يضيق الفتحة ديت تبقى ضيقة شوية، ما تبقاش واسعة، لان انا عاملها لليمام، لان بصطاد بها ايه، بصطاد بها يمام، وحاطط فيها اكل تحت ومية، والطار بيجي. هي نظام جوبية السمك، الجوبية المصيدة بتاعت السمك. السلك زي ما انتم شايفين طالع لافف كده وطالع لافف كده، وهنا فاضي وهنا فاضي جوه. تمام، الطار بيجي يقف هنا ويلاقي الاكل ينزل يدخل زي العصفور كده ياكل. طبعا المسافة دي احنا سدينها الشوية دولت اللي هما في الاول عشان الطار ما يقفش هنا ويطلع. وزي ما انتم شايفين بيدخلها عصافير وبيدخلها يمام، وحاجه يعني بسم الله ما شاء الله. انا عامل كذا فخ هنا اهوت، وعندي مصايد كتيره لصيد اليمام والطيور. خرج العصفور زي ما انتم شايفين وبنزلهم على قناتي، حاجه بسم الله ما شاء الله. اللي عاوز يتابعنا على القناه يعمل اشتراك في القناه، حافظ اغمار، ويفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله ايه اشرح لكم مصايد اكتر. انا عامل فخ هنا فوق اهوت لسه ما نزلتوش بسرعه على القناه، وماسك قبل كده هنزله لكم قريب ان شاء الله وشرحه. ده غير مصايد الميزان ديت اللي بالكازيلا والبوتل، وغير المصايد الاولى على العالم، وبالدليل كميه اليمام اللي فيها. اكتب كده على السيرش او على البحث، على محركات البحث في جوجل او في يوتيوب، هتظهر لك قناتي، قناة طيور الجنة، واستودعكم الله. زي ما انتم شايفين اعزائي الاصدقاء، الجوبية او الصندوق اللي قلت لكم عليه بتاع السمك اللي قلنا هنقلبه، قلبناه دلوقتي وعملناه مصيدة يمام بطريقة تانية مختلفة خالص، بس هي تقريبا نفس الفكرة بتاعة الجوبية بتاعة السمك. مسكت الصندوق زي ما شفتوا، خدت السلك اللي فيه كله طلعته ومسكته عملته من جديد، لان احنا دلوقتي في فصل الشتاء وما عندناش سمك كتير، وقلت بدل ما السلك يبوظ ويدوب اعمل بيه ايه، اعمل بيه مصيدة يمام. اخترع يعني مصيدة يمام جديدة، واتمنى انها تشتغل. ودلوقتي هنمسك يمامايا من اليمام اللي هو في المصيدة ده، وهنحطها هنا كاختبار علشان نشوف هتعرف تخرج ولا لا، لان انا زي ما انتم شايفين عملت زاويه هنا بالسلك وزاويه هنا بالسلك، وخشبتين اللي انتم شايفينهم دول مسمر فيهم السلك، وعامل ديت نظام فتحه بحيث ان الطائر يجي يقف هنا او يقف هنا او في اي مكان. وعملت الفتحات دي واحده واسعه شويه زي ديت طويله، واحده قصيره شويه وكده، بحيث ان اليمامة هتقف هنا وهتلاقي الاكل جوه وهتلاقي اليمام جوه، فهتنزل تدخل عند اليمام. ده اللي انا متوقعه. تمام، وبعد ما تدخل
اما تدخل جوه زي ما انتوا شايفين من جوه هتقف على العصا ديت، ولكن السلك جاي كده وجاي كده، فهي هتبقى واقفه هنا، فعمرها ما هتعرف تيجي من هنا تطلع. ولو وقفت تحت برضه ما تبص فوقيها زي ما انتوا شايفين، لو ما تبص لفوق هتلاقي من هنا مفيش اي مكان تطلع منه، ولا حتى من هنا اهو، ولا حتى من هنا، هتقعد برضه على نفس الموضوع على العصايه. ده كل الفكره، وان شاء الله بعد كده لو الفكره ديت نجحت هحط الصندوق ده اهوت، هحطه فوق الصندوق التاني ده وافتحهم في بعض، بحيث ان اليمام يجي عشان يدخل اليمام ده فيقف هنا او يقف هنا وينزل هنا ويدخل ويلاقي نفسه مش عارف يخرج. ده اللي انا بتوقعه واللي انا مخطط له واللي هعمله. وزي ما انتم شايفين دلوقتي هنجيب يمامية من اليمام اللي في المصيادة اللي انا عاملها ديت، ونحطها في الصندوق التاني. خليكم معايا عشان نجرب ونشوف هتخرج منه وتطير ولا هتكون موجودة فيه. مسكنا واحدة اهيت زي ما انتوا شايفين يا جماعة، بصوا جناحتها من جوه متعورة لانها بتخبط في السلك، والسلك ده بيعور. وزي ما قلت لكم اللي يعمل مصيدة يعملها من سلك ماكسي بلاستيك. زي ما انتوا شايفين اليمامة هتيجي تقف هنا وهتيجي داخلة في الفتحة كده اهي. هنشوف بقى هتعرف تطلع ولا مش هتعرف تطلع. لو طلعت وطارت انا مش قلقان، لانها هتيجي تاني وهصطادها تاني بطريقة تانية او بمصيدة تانية من المصايد اللي انا عاملها زي اللي انتوا شايفينها ديت. بس زي ما توقعت انها مش هتشوف المكان. اهي واقفة تحت اهيت، وهي كده شايفة الفتحات. هي شايفة يا جماعة الفتحات اهيت، هبعد لكم شوية. عايزكم برضه تبقوا معايا وتبقوا شايفين. هلف حواليها واجيبها هنا واجيبها هنا على اساس انها تتحرك في الصندوق، واما نشوف هل هي هتشوف وتطلع ولا مش طالعة. زي ما توقعت بالظبط، نفس نظام الجوبيا السلك بتاعت السمك، نفس الفكرة. فيها برقع، والجماعة الصيادين اللي هم شغالين في مجال الصيد عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، البرقع والجوبيا والحاجات دي. الجوبيا هي عبارة عن حاجة كده زي الصندوق بس صغيرة، وبيصطادوا بيها السمك. والبرقع اللي هي الفتحة بتاع اللي بيدخل فيها الايه، اللي بيدخل منها السمك. وزي ما انتوا شايفين نجحت الفكرة، واليمامة مش هتعرف تطلع. بس كل الموضوع بقى اليمام اللي هيجي يدخل لها، هل هيدخل ولا هيخاف يدخل؟ ده اللي هصوره لكم معانا ان شاء الله لما يمامها تيجي، وانزله لكم برضو معانا. ونجحت تقريبا الفكرة 50% اهيت، واليمامية واقفة جوه مش عارفة تطلع. نحاول نحركها برضو كده يمكن تطلع وتفشل الفكرة. طيب هي واقفة دلوقتي، هو تقريبا ما بتشوفش يا جماعة الفتحات اللي فوق، لان عينيها في الجناب، من عينيها في دماغها في الجناب، ماهيش فوق. فسبحان الله ما بتشوفش اللي فوقيها قوي غير لما تقلب دماغها. فان شاء الله طالما الفكرة كده نجحت، انا هاخد الصندوق اللي انا عملته دهوت احطه فوق الصندوق التاني اللي فيه اليمام اللي انتوا شايفينه اللي انا مصطاده دهوت، بحيث ان اليمام بيجي عاوز يدخل لليمام اللي واقف، فبيقعد يلف حوالين القفص ويقف هنا ويقف هنا ويدور على فتحات، ويحط رجليه في السلك ويطفطف علشان يدور على اي فتحه عاوز يدخله. انا عملت له الفتحه، وربنا يسهل، وان شاء الله اول يماميه تيجي وتدخل الصندوق اللي انا عملته لكم دهوت هصورها لكم وهنزلها لكم ان شاء الله، وهتبقى هي اليمامة النموذجية او الطائر النموذجي اللي هينجح معانا براءة الاختراع التاني ده. ما قلنا لكم الفخ اللي انا عملته او المصادة اللي انا عملتها بتاعت الجوبيا، ركبتهم على بعض اهوت، فمسكت الصندوق فرخته من فوق اهوت ومن تحت، وركبته على بعضه وعملته وحطيت فيه يمامية. اليمامية اللي موجودة ديت انا اللي حطيتها، حطيتها على الشمال علشان اليمام يجي عليها اهيت.
تمام. وعملت لها عصايه زي ما انتم شايفين كده اهيت علشان تقف عليها. والناحيه الثانيه ديت هي عباره عن ايه، الفخ كله عباره عن طريقه نظام الجوبيا، هتدخل من فوق من هنا، هصورها لكم برضو من فوق، خليكم معايا. هو الاماء اللي هتدخل وتنزل تدخل من هنا في المصيده، تمام. السلك متقفل من فوق زي ما انتم شايفين اهو، نظام زي البرع بتاع الجوبيا، نفس نظام البرع بتاع الجوبيا من فوق، ومن الجناب متقفل كله، ومن تحت متقفل، وباب من هناك اهو بقى الاكل والميه. وان شاء الله اليمام لما يدخل فيها هصوره لكم وهنزله لكم على قناتي، قناه محمد عبد القادر عبد العزيز على اليوتيوب. اللي عاوز يعرف تفاصيل اكتر زي ما بقول لكم يدخل على قناتي ويبص في التحميلات، وان شاء الله هتعجبكم المقاطع. صار المنظر ده يا جماعة للناس اللي هي ما بتقومش بدري، اللي بتني نايمة للظهر. شايفين المنظر عامل ازاي؟ شبورة نازلة الصبح بدري. ودي مصيادتي تمام. ودي المصيادة اللي انا مخترعها، ودي واحدة منها بس على صغير. الجو بسم الله ما شاء الله الصبح، ايه ده، حاجة جنان. الناس اللي ما بتقومش بدري محرومة من انها تشوف اللحظات الجميلة دي. اليمن بيدخل من هنا يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. ندخل بقى في الاوضه دلوقتي علشان اليمام زمانه جاي هيجي يفطر، وانا طبعا هنا عاملين له حفله ولمين له اليمام، وهو هيجي يشترك معانا في الحفله دي.